خلينا نروح لزميلنا احمد جمال، استاذ احمد جمال الناقد الرياضي بجريده الفجر. مساء الخير عليك يا استاذ احمد، تحياتي ليك. الو، مساء النور يا كابتن محمد، مع حضرتك. تحياتي يا احمد ليك. ويمكن واحنا بنتكلم على النادي الاهلي والشكل الرائع اللي كان متواجد فيه النادي الاهلي، يمكن مباراتين متتاليتين للنادي الاهلي امام المقاولون العرب، واحده كانت يوم الخميس وامبارح واحده، فبالتالي هزيمه او مكسب كبير للنادي الاهلي بياكد على صداره الدوري وبياكد ايضا على جزئيه اللعب الجميل واللعب الرائع وبيطمن جمهوره بشكل كبير. اراء النقاد يمكن يهمنا برضو نعرف رايك في هذه الموضوع. طبعا طبعا النادي الاهلي اصبح فريق مرعب، اصبح ما فيش فرقه تقدر توقفه. يعني لما تلعب مع فرقه واحده مباراتين في اقل من 3 او 4 ايام والمباراتين تكسبهم وبالشكل دوت، تعرف ان فعلا مفيش فرقه تقدر توقف النادي الاهلي حاليا في مصر، لدرجه ان يعني الناس بقت تتريق بتتكلم بتقول احنا بقينا نعمل فرقتين بقى من النادي الاهلي وفريق ايه وفريق بي ويلعبوا بعض عشان يشوفوا منافسه. الوضع انا مش حابب ان ما يبقاش في منافسه في الدوري بالشكل ده. النادي ماشي في حته، النادي الاهلي ماشي في حته، وكل الانديه المصريه في حته ثاني. يعني كنا نفسنا نشوف شكل اقوى، مش عارف دوت من قوه الاهلي ولا من ضعف المنافسين، بس اعتقد ان هي قوه النادي الاهلي في ضعف المنافسين. يعني فزي ما حضرتك بتقول كده، النادي الاهلي ماشي بخطه ثابته نحو تحقيق اللقب. ده هيساعد النادي بشكل كبير جدا في امور كتير قوي، ابرزها ان لو يعني بعد حسم البطوله بشكل مبكر هيتقل في لعيبه كتير هتشارك، الجمهور ما شافهاش عايز يطمن عليها، ففي ايجابيات كتير جدا جدا. هيبقى في تفرغ في الادوار التمهيديه للبطوله الافريقيه، خاصه النادي الاهلي حدد يوم 6 مارس موعد اول مواجهته الافريقيه. صحيح. فزي ما بقول لحضرتك الايجابيات كتير جدا ان النادي ماشي بالشكل دوت في مسابقه الدوري. طيب احمد، واحنا بنتكلم على يعني توقعات النقاد الرياضيين هذا الموسم، انت بتتكلم ان خلاص النادي الاهلي ماشي في حته والفرق الاخرى ماشيه في حته ثانيه، توقعاتك لحسم بطوله الدوري؟ هل النادي الاهلي ممكن يحسم بطوله الدوري بعدد اسابيع اقل من الاسابيع اللي كانت موجوده الموسم الماضي؟ طبعا احنا عارفين النادي الاهلي هو حامل اللقب، فبالتالي كان حامل اللقب قبل ما البطوله تخلص بخمس اسابيع تقريبا. بالظبط، هو الاهلي محتاج يوصل للنقطه 80 عشان يحسم بطوله الدوري. لما نوصل للنقطه 80 نقدر نقول الاهلي خلاص حسم بطوله الدوري، ما نقدرش نقول الكلام ده من دلوقتي. بس اتوقع زي ما حضرتك بتقول كده ان الاهلي يحسم بطوله الدوري السيزون ده باكثر من خمس اسابيع كمان. الوضع مش هقول سهل، بس هقول لو ماشي بنفس السيناريو دوت هيبقى اقرب منافسينه بعيد عنه تماما قبل المده دي كمان بثلاث اربع اسابيع. يعني يحتاج لوصول النقطه 80 ده لو كمان منافسينه فازوا بكل مبارياته. كنادي الاسماعيلي والمصري هو الاسماعيلي الاقرب، يعني لو فاز في كل مباراته زي ما انت بتتكلم كده هتبقى محتاج النادي الاهلي يوصل فيه يوصل لنقطه 80 لحظ بطوله الدوري ان شاء الله. فانا اعتقد ان الوضع بالنسبه للنادي الاهلي سهل، وفعلا فعلا ينتهي قبل نهايه المسابقه باكثر من خمس اسابيع. وزي ما بقول لحضرتك ده هيبقى ليه مزايا كتير جدا، ابرزها ان هنشوف نجوم كتير جدا. النادي الاهلي عنده ال 30 لاعب اللي موجودين عنده يعتبروا 30 لاعب، حتى كابتن حسام بدري بيقول ده. الناس برضه ظلم كابتن حسام ان هو مش عادل في قراراته، ده ما بيشاركش ده، ده ما بيشاركش ده. لا، هو كابتن حسام يعني غصب عنه هم ال 30 لاعب عنده يقدروا يلعبوا اساسيين. صحيح. فانت لما تثبت على تشكيله معينه لازم تبقى ثابت عليها، ولو غير على فكره الناس هتقول لك ما بتثبتش على تشكيله وبيغير، بالرغم ان الراجل بيدي الفرصه لما لاعب يثبت نفسه. صحيح، احنا وجود باكا دلوقتي اهو، وجود ايمن اشرف الشناوي. صحيح، كتير كتير كتير. وفي كمان الايام الجايه هنلاقي لعيبه من قطاع الناشئين، محمد عبد المنعم ده مدافع هايل، يعني جزار هنشوفه. في اللعيبه اللي لسه متعاقدين معاها، احمد خالد كارلوس الظهير الايسر، يعني هو حسم الدوري مبكرا هيخلي طبعا النادي الاهلي يطمن على يطمن عليه. وخلي بالك ده فايده لمنتخبنا الوطني برضه وللاعبين اللي منضمين لمنتخب مصر من النادي الاهلي يا احمد. طيب خليني قبل ما اروح اسالك وتطمنا على موقف المصابين الحالي بالنسبه للنادي الاهلي من خلال متابعتك للنادي الاهلي، عايز اقول لك ايه رايك في الجزء الهجومي او الخط الهجومي للنادي الاهلي، بالاخص جونيور اجاي وعبد الله سعيد، او الثنائي جونيور اجاي وعبد الله السعيد؟ طبعا الناس كانت بتتكلم الايام اللي فاتت ان عبد الله مش قادر يرفع رجله، عبد الله اجهد، عبد الله مش خلاص مش قادر يكمل، لازم يبقى ليه بديل. عبد الله السنه دي يعني على مستوى مسابقه الدوري بس عامل 11 اسيست وجايب 10 اهداف، هو ترتيبه
في دوريات العالم كلها على حسب المباريات اللي اتلعبت في دوريات العالم كلها ترتيبه الخامس من حيث طبعا الاهداف على مستوى لعيبه العالم كلها في السيزون ده. فعبد الله بيثبت الناس كلها ان هو مش بديل في مصر اصلا لحد دلوقتي، ما فيش بديل يقدر يغطي قدرات عبد الله سعيد سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. وطبعا يعني احنا اعتقد الاربع لعيبه الاجانب في النادي الاهلي اثبتوا كفاءتهم، سواء علي معلول، سواء تخماني، سواء جونيور الجاي، سواء ازارو. فريق ازارو الناس كلها اللي هزمته دلوقتي طبعا ما تقدر يعني مش هقول مش قادره تقول احنا كانت وجهه نظرنا غلط، بس فعلا فعلا كابتن حسام اثبت ان وجهه نظره صح. دلوقتي النادي الاهلي بس لو في صبر عليها مش دول بس مش موجودين بس، لا كمان اللي خدوا اللي الفتره اللي فاتت شايفينهم في اعراض في الدوري الممتاز او سواء حتى على المستوى الخارجي مش الا من امكانياتهم، لا خالص ده هو الوضع كله ما خدوش الفرصه الكامله اللي بيتهاوش. صحيح النادي الاهلي ما بيختارش لاعب غير لما بيكون صحيح فيها. وما ننكرش طبعا القوة الهجوميه بالنسبه للنادي الاهلي اللي حوالين وليد ازارو يعني اكيد بتساعده بشكل كبير. طبعا وده مهم جدا. طمنا احمد طبعا على موقف المصابين بالنسبه للنادي الاهلي. هو للاسف بس ان باسم علي حظه وحش جدا، لكن كل ما بيشارك ويتالق ويظهر بتيجي حاجه غير تعطله. هو عنده الشد في الاماميه ده مبدئيا هيلسه حدود اسبوعين، ده مبدا ده التشخيص المبدئي. هو كان اشتكى قبل مباراه المقاولين من الشد في الاماميه، مبدئيا هيغيب مده من 10 ايام لاسبوعين. علي معلول ان شاء الله بعد ماتش الاسيوطي بحسب اكيد الدكتور خالد محمود هيكون بيشارك في التدريبات الجماعيه. سعد سمير لسه موقفه ما اتحددش، اعتقد دي ابرز المصابين في النادي. شريف اكرامي بيتدرب بشكل عادي جدا النهارده، كابتن طارق سليمان قال لك ان هو بيتدرب بشكل عادي جدا وحارس على يعني حريص على ان هو يبقى واقف على رجله ومجتهد وينافس زمايله، ومش معنى وجود الشناوي دلوقتي ان المكان بقى حكر على حد، لا خالص. كل لعيبه النادي الاهلي اللي فعلا يثبتوا اللي هيثبت منهم ان هو يشارك ينفع يشارك بشكل اساسي كابتن حسام هيديله فرصه. بس مفيش حاجه تاني بالنسبه للمصابين ان شاء الله. هو عشان كده برضو احنا بنتكلم عشان بس الماتش القادم مباراه الاسيوطي مباراه مهمه برضو في يعني في الاسبوع ال 24. هو صعب يلحق سواء معلول او سعد او جاسم مباراه الاسيوطي. اعتقد ان الثلاثه ما حدش منهم هيقدر يلحق مباراه الاسيوطي، خاصه باسم قدامه 15 يوم وسعد ما تحددش عودته، وعلي معلول كان الدكتور مأكد ان هو هيرجع للتدريبات الجماعيه بعد مباراه الاسيوطي. كان النهارده طبعا كابتن خطيب واصل فحصاته الطبيه وكان في لفته طيبه منه دار رام ربيعه في المانيا واطمن عليه، وكان في حتى صور نتفيهم النهارده. صحيح زياره المانيا. الف سلامه طبعا يا كابتن. بشكرك يا احمد طبعا، شكرا جزيلا، يعني طبعا لمعلوماتك اللي انت اضفتها لنا. خلينا